وفي السياق تتواصل التجمعات والتظاهرات المنددة بالعنف الممارس في ولاية غردايا، حيث خرج العديد من المواطنين المنحدرين من الولاية بعدة مناطق في البلاد، ونظم صباح أمس أيضا عشرات المواطنين المنحدرين من الولاية وقفة تضامنية مع أهاليهم في غردايا أمام مبنى المسرح الجهوي عز الدين مجوبي بعنابة. الغرداوية استنكروا أعمال العنف والقتل التي عصفت بالمنطقة، كما دعوا السلطات العليا إلى التدخل لحل الأزمة. إنها وقفة تضامنية فقط من أجل أن نستنكر ومن أجل أن نقول لا وكفى وكفى وألف كفى لهذا العنف وهذا التقتيل. كل هذه الأشياء التي تحدث اليوم في هذه البلدة الطيبة وإنما هي بأيدي أناس يريدون أن يشتتوا هذا الوطن